نتابع هذه اللقطات لوصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا في أول زيارة خارجية له منذ القرار الذي صدر من محكمة العدل الجنائية الدولية. هذه الزيارة التي وصفت بأنها زيارة تاريخية وتحركات تبدو قليلة للرئيس الروسي منذ أن بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة في ظل القرارات التي تصدر من المحكمة الجنائية الدولية. كانت هناك زيارة سابقة منذ أسابيع قليلة إلى كوريا الشمالية، وأيضا كانت هناك أيضا حضور لمؤتمر أو قمة حضرها عدد من الدول الآسيوية، وكانت هناك مشاركة روسية فاعلة. وتأتي هذه الزيارة أيضا في إطار ما تم الحديث عنه اليوم في روسيا من أن هناك اتجاه لتعديل العقيدة النووية الروسية. كانت هذه العقيدة النووية الروسية قد تم تعديلها منذ ما يقرب من 4 سنوات، وظهر الحديث اليوم إن كان من خلال حديث مقتطب من الرئيس الروسي أو بشكل موسع من وزير الخارجية سيرجي لافروف حول هذه النقطة. ثم جاءت هذه الزيارة إلى منغوليا، إحدى الدول الحليفة والقريبة من روسيا. هناك تعاون بين الدولتين في الآونة الأخيرة، وسعت روسيا إلى تكثيف التعاون مع مجموعة من الدول القريبة منها جغرافيا والتي لها بعض الأيديولوجيات القريبة من التوجه الروسي. فجاءت هذه الزيارة.